أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنتكلم عن أهمية القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللي تم إصداره مؤخرا. عايزين نعرف إيه هي أهم المزايا اللي بيمنحها القانون لأصحاب المشروعات عموما وأصحاب الابتكارات خصوصا. اسمحوا لي أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. باشمهندس طارق، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة ريهام، وتحياتي ليكي وللسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. وفي البداية عايزين حضرتك تكلمنا عن أهمية إصدار قانون جديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يعني قول لنا مدى أهمية هذا الأمر أو هذا القرار. في الحقيقة القانون ده له أهمية كبيرة جدا، واسمحي لي يعني ان قبل ما اتكلم حتى عن اهميه هذا القانون اني اتوجه بالشكر لمعالي وزيره التجاره والصناعه الدكتوره نيفين جامع بصفتها الرئيس التنفيذي لهذا الجهاز، وهي الحقيقه بذلت جهد كبير جدا في ان يصدر قانون في هذا الوقت وبهذه الاهميه. والحقيقه كان في تعاون كبير جدا من اجهزه الدوله، الوزارات المختلفه، الجهات المعنيه، حتى مجلس النواب ولجنة المشروعات الصغيرة، كانت منظومة وجهد كبير. يعني أحب أن أوجه الشكر ليهم في أن قانون زي ده يصدر والحمد لله بهذا المستوى، لأن فعلا القانون ده له أهمية كبيرة جدا. وأهمية قانون المشروعات الصغيرة بتندع من أهمية قطاع المشروعات الصغيرة نفسها. قطاع المشروعات الصغيرة بيمثل حوالي اللي هي المشروعات يعني المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 95% من عدد المنشآت اللي في القطاع الخاص كله. يعني 95% على الأقل من رجال الأعمال في مصر هم في هذا القطاع. عدد المنشآت التي في هذا القطاع حوالي 3.8 مليون منشأة، وده وفقا للحصر اللي قام به الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. فقانون بهذا الشكل بيمس 3.8 مليون صاحب مشروع باسرهم، هو بيمس حياه المواطنين وبيمس القطاع الخاص كله في مصر. قطاع المشروعات الصغيره اهميته بتنبع من ان هذا القطاع له خصائص بيحققها للدولة لما تكون مساهمته في الاقتصاد المصري جيدة. كلما زادت مساهمة القطاع دوت في الناتج القومي المحلي وفي معدلات النمو بيحقق خصائص مفيدة جدا للشعب وللمواطنين وللدولة. المشروعات الكبيرة طبعا بتعمل تنمية اقتصادية، وده بيحقق دخل ضريبي جيد للدولة تقدم به خدمات للناس. لكن المشروعات اللي في هذا القطاع، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بتحقق نفس الهدف، ولكن لها خصائص تميزها الحقيقة عن القطاع الكبير. إن عائد التنمية بحكم العدد الكبير لهذه المشروعات بيعم على فئة كبيرة جدا من الشعب المصري. الحاجة الثانية إن هو بطبيعته كثيف العمالة، وبالتالي هو بيوفر فرص عمل بمعدلات أعلى بكثير من المشروعات الضخمة، وبالتالي هو بيقلل من مشكلة البطالة، وأيضا يخفف من معدلات الفقر. أيضا قطاع المشروعات الصغيرة يتميز بالتنوع المكاني. المشروعات الضخمة عادة بتبقى في المدن الرئيسية والكبيرة والعاصمة، المشروعات الصغيرة موجودة في جميع محافظات مصر، موجودة أيضا في الريف وموجودة في الحضر، متنوعة في المجالات سواء تجارية أو خدمية أو حتى صناعية وزراعية، بتعمل تنوع اقتصادي. اللي أقصد أقوله أن أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والنمو اللي يحدث من هذا القطاع وزيادة مساهمته بتؤدي إلى فوائد كثيرة جدا على الاقتصاد وعلى المواطنين: عدالة توزيع، تنوع مكاني، تنوع قطاعي. وده يمكن هو يعني الهدف بتاع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة. القطاع ده بيحقق أهداف كثيرة جدا في داخل هذه الاستراتيجية. تمام. ولذلك أهمية القانون نمرة واحد بتنبع من أهمية القطاع اللي بيتكلم عنه أو بينظمه هذا القانون،
مع مراعاة طبعا ان يعني هذه الفئة اولى من غيرها بان احنا نضع عليها قانون جديد بدل ما نسيبهم كده مش عارفين يعملوا ايه، ينظم ليهم امورهم، لان يعني المشروعات الضخمة بتقدر تنظم امورها وعندها القدرات المالية والفنية انها تتحمل لو في اي مشاكل تنظيمية او تشريعية بتقابلهم. انما المشروع الصغير ده لو يعني زي ما هنتكلم كده عن المزايا بعدين، لو قابلته مشكلة ضرائب هتبقى مشكلة كبيرة، لو حصل له غلق لانه هو ما عندوش رخصة او حاجة زي كده دي مشكلة كبيرة. فاحنا عشان ننمي ونحفز هذا القطاع، اهمية القانون انه هو بيحفز هذا القطاع ويقلل من العقبات اللي ممكن تقابلهم ويشجعهم في انهم ينمو، وبالتالي فايدة كبيرة جدا للدولة والعدد كبير جدا من الشعب المصري. طب إلى أي مدى القانون الجديد بيقدم يا فندم حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات اللي كانت بتواجه المشروعات دي قبل كده، وأهم العقبات كانت إيه وإزاي هيساهم في حلها؟ الحقيقة هناك يعني مزايا كثيرة جدا وحوافز بيقدمها بهذا القانون، يعني هحاول يعني اقول لحضرتك يعني اهمها، لان يعني يمكن حصرها القانون ده 109 مادة مليء بمثل هذه النقاط. هحاول اقول لحضرتك اهم يعني المزايا اللي اتاحها القانون. وقبل ما نخش برضو على المزايا خلينا نتكلم ان القانون ده لاول مرة عمل حاجة هامة جدا، وهي ميزة مش لصاحب المشروع ولكن يمكن ميزة للجهات اللي بتخطط لهذه المشروعات، وهو أنه وضع تعريف موحد لهذا القطاع. يعني احنا كنا لما بنتكلم بنقول ده مشروع متناهي الصغر أو ده مشروع صغير أو متوسط، كل جهة لها التعريف الخاص بيها، وبالتالي لما بنتداول البيانات بيننا وبين بعض ولما بنحاول نطلع تقارير توصف هذا القطاع، الأرقام أصلاً مش متطابقة. واحد بيتكلم على أساس إن المشروع الصغير ده بمواصفات معينة وأنا بتكلم بمواصفات تانية، فالبيانات مش دقيقة. وعشان نقدر نخطط ونقدر نفهم القطاع ونقدر نشوف إيه التدخلات المطلوبة، لازم تكون البيانات والتقارير يعني والإحصاءات معبرة عن الواقع، وبالتالي المخطط يقدر يفهم التدخل بتاعه يكون عامل ازاي. فاول حاجه عملها هذا القانون ان هو وضع تعريف موحد ملزم لكافه الجهات، نوحد اللغه بيننا وبين بعض عشان نقدر نتفاهم ونتواصل ونتبادل المعلومات والبيانات بطريقه سليمه. التعريف للمشروعات الصغيره برضو احب ادي حضرتك فكره عنه، يعني بيعرف المشروع بناء على معيارين. اذا كان المشروع قائم بالفعل فهو بيعتمد هنا على حجم الأعمال اللي هي يعني حجم المبيعات تقريبا. فالمشروع اللي مبيعاته أقل من 1,000,000 جنيه في السنة ده بنعتبره مشروع متناهي الصغر. المشروع اللي مبيعاته من 1,000,000 جنيه إلى 50,000,000 جنيه في السنة فده صغير، ومن 50,000,000 إلى 200,000,000 جنيه في السنة ده يعتبر المشروع المتوسط، أكتر من كده دي مشروعات ضخمة. لو كان المشروع لسه حديث التأسيس وبالتالي لسه ما فيش ميزانيات وما فيش حجم بيع ولسه بادئ، بنعتمد على معيار آخر وهو رأس المال. فإذا كان المشروع رأس ماله أقل من 50,000 جنيه فهو متناهي الصغر. إذا كان رأس ماله أكتر من 50,000 جنيه بنبدأ نفرق بين المشروعات الصناعية وبقية القطاعات، لأن المشروعات الصناعية بتحتاج استثمارات أعلى شوية، فبنقول إن من 50,000 إلى 5,000,000 ده يعتبر صغير، ومن 5,000,000 ل 15,000,000 ده يعتبر متوسط. أما إذا كان المشروع غير صناعي فبنقول إن أكتر من 50,000 لحد 3,000,000 ده صغير، ومن 3,000,000 ل 5,000,000 ده متوسط، وأكتر من كده فده مشروع ضخم. فهذا التعريف أصبح ملزم للدولة كلها، وده زي ما شرحت لسيادتك هيسهل جدا عملية التخطيط وتداول البيانات والمعلومات والإحصاءات في هذا القطاع. الميزة الأخرى في هذا التعريف أنه أعطى لمجلس الإدارة برضو المرونة في أنه يغير هذه الأرقام وفقا للمستجدات الاقتصادية اللي بتحصل. ممكن نقلل الأرقام دي أو نرفعها بقرار من مجلس الإدارة، مش محتاجين نرجع نغير القانون. ودي برضو الحقيقة حاجة كويسة لأنها بتدي مرونة.
حضرتك بتسألي طبعا عن الحوافز والمزايا. لسه أسأل حضرتك الحوافز الضريبية اللي هيقدمها يعني هذا القانون لأصحاب المشروعات. بالضبط. الحوافز اللي بيقدمها المشروع احنا بنقسمها لحوافز مالية سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية، وحوافز أخرى غير مالية. ففي الحوافز الضريبية أول حاجة اللي حضرتك سألتي عليها هي نظام المبسط للضريبة اللي هو الضريبة المقطوعة. حضرتك عارفة طبعا المشروعات ديت ممكن تتعرض لتقدير، ما بتبقاش ماسكة دفاتر أو حاجات زي كده، ممكن تتعرض لتقدير جزافي. فالقانون لا حدد قيمة مقطوعة، يعني تتراوح بالنسبة للمشروع متناهي الصغر من 1000 جنيه لحد أقصى تقريبا 5000 جنيه على حسب حجم المبيعات للمشروع. طبعا المشروع المتناهي حجم مبيعاته لما بيزيدش عن مليون، فاللي بيقرب من مليون ده الضريبة ممكن توصل لخمسة، اللي مبيعاته ما بيزيدش عن ربع مليون تبدأ من 1000 وبتتدرج. المشروع الصغير حدد له أيضا ضريبة مقطوعة ولكن نسبة 0.5% من حجم المبيعات للمشروع الصغير، ترتفع إلى 75%، ثم 1% للي مبيعاته بقى عالية شوية من 3 مليون ل 10 مليون، فهي نسبة تتراوح من نصف. دي ميزة كبيرة جدا في إن من أكثر المشاكل والمعوقات اللي تقابل المشروعات ديت إن ما عندهمش يعني نظام محاسبي دقيق أو دفاتر، فبالتالي بيتعرضوا لتقديرات ممكن تبقى جزافية. فإحنا حلينا المشكلة دي في هذا القانون، وأعتقد دي هتكون ميزة. الحاجة الثانية إن القانون مثلا بيحط تعريفة جمركية على الآلات والمعدات المستوردة لأصحاب هذه المشروعات 2%، رقم ثابت وده رقم جيد جدا، فبرضو دي ميزة جميلة. حاجة تانية ان لو هو عنده معدات وباعها ما بنحسبش عليها ارباح رأسمالية اذا كان سيعيد استثمار هذا المبلغ في شراء معدات جديدة. ايضا القانون في الناحية الضريبية اعفى شركات الشخص الواحد من ضريبة اللي هي توزيع الارباح، برضو دي ميزة. هناك أيضا الأمور الخاصة بالرسوم اللي بتفرض مثلا على مشروعات الخاصة بريادة الأعمال والابتكار وبراءات الاختراعات، أيضا القانون بيعفي منها، وأيضا بيساعد أصحاب المشروعات في أن هم يسجلوا هذه البراءات. يمكن ايضا الحصول على اعفاء من الجزئي يعني او كلي على حسب الحاله للضريبه اللي هي على المباني او العقاريه او كده. فهناك مجموعه الحقيقه من الاعفاءات من الضريبيه ودي هامه، وهناك حوافز اخرى غير ضريبيه لا تقل اهميه، يمكن دي احب برضو اقول لحضرتك عليها. زي يعني إيه؟ مثلا المرافق. نيجي نقول مثلا المرافق، لو واحد بياخد مصنع او حته ارض فتكلفه المرافق القانون بيسمح ان احنا ممكن بعد ما يشغل المصنع بتاعه يسترد جزء من تكلفه المرافق او يستردها كلها. ايضا الجزء اللي هيدفعه ممكن ان هو يدفعه بالتقسيط على اجال طويله. الارض يمكن ان تخصص له بسعر رمزي او مجاني. الدولة سوف تتحمل تكلفة تدريب العمالة أو ستشارك في تحمل تكلفة تدريب العمالة الفنية. الدولة أيضا ستشارك أو ستتحمل تكلفة المشاركة في المعارض لتسويق منتجاتهم. أنا قلت قبل كده يمكن إعفاء من رسوم براءات الاختراع في الحوافز الضريبية. أيضا حاجة مهمة جدا ودي أول مرة بقى تتعمل، ودي تدينا إحنا كجهات بنخدم هذه المشروعات ميزة جيدة جدا إن إحنا نخدمهم بصورة أفضل، وهي أن الدولة خصصت في الميزانية بتاعتها 0.3% من الناتج القومي بما لا يقل عن 1.5 مليار برامج حوافز نقدية يعتمدها مجلس إدارة الجهاز
لدعم هذه المشروعات. أول مرة يبقى معانا موازنة بهذا الشكل، نقدر ندي دعم فني، نقدر نقوم بأشياء كثيرة جدا كنا بنجد صعوبة إن احنا نوفرها عشان الموارد. فده مثلا فيما يخص الحوافز المالية غير الضريبية. أقول لحضرتك أيضا هناك حوافز أخرى مش مالية خالص. على سبيل المثال احنا القانون بيسمح ان 30% من الاراضي اللي في المناطق الصناعية غير المستغلة ان تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عشان المشروعات الصناعية وغيرها. كذلك القانون بيسمح بان 20% من المناقصات الحكومية تخصص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و 20% اخرى تخصص للمشروعات المتوسطة. حتى الوحدات اللي القانون ألزم الجهاز بأنه ينشئها سواء في مكاتبه أو في هيئة الاستثمار أو في المناطق الحرة اللي هي اللي احنا بنسميها يعني وحدات الشباك الواحد أو وحدة خدمات المشروعات، هذه الوحدات الحقيقة حصل القانون طور فيها بشكل كبير جدا. هي متواجدة عندنا حاليا في الجهاز، ولكن القانون أضاف إليها أشياء رائعة. خليني أدي حضرتك مثال. أولا الوحدات دي هيكون فيها مندوبين من كافة الجهات اللي بتخش في عملية استصدار التراخيص اللازمة لهذه المشروعات، والمندوبين مفوضين تفويض كامل واتخاذ قرار كامل. الوحدة دي بالنسبة للمشروع الجديد هتصدر رخصة مؤقتة خلال 15 يوم من استكمال العميل أوراقه. الرخصة المؤقتة دي يستمر بيها سنة، إذا كان هناك أي شيء ناقص في أوراقه أو مطلوبة منه من الجهات المعنية يقدر يخلصها ثم يحصل على الترخيص الدائم. ممتاز. الوحدات دي أيضا سيكون فيها خرائط، والقانون بيلزم الجهات اللي ليها اراضي يعني انه يدي الوحدات ديت هذه الخرائط عشان يعرضها على اصحاب المشروعات، وعشان نسبه ال 30% اللي انا مثلا شرحتها لحضرتك. طب بيدي ايه، وعايز اعرف الشروط كمان اللي يجب استيفائها يعني لحصول اصحاب المشروعات على حوافز. اتفضل يا باشمهندس طارق. ايضا في ميزه مهمه جدا في القانون دوت لتشجيع او دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ودي مشكله كلنا مهتمين بها طبعا زي ما حضرتك عارفه. القانون هنا ايضا من خلال الوحدات خدمات المشروعات او وحدات الشباك الواحد بيدي صاحب المشروع اللي يرغب في التحول من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي، وهنا بنقصد المشروعات اللي غير حصل على ترخيص، اللي اوراقها مش كامله، الحاجات اللي بهذا الشكل، بتاخد ترخيص او مؤقت لمده 5 سنين يوفق اوضاعه فيها. اذا كان اوضاعه سواء ينتقل الى مكان اخر، سواء انه هو عنده نقص في مثلا هي نظم الحماية المدنية والحاجات اللي خاصة بالسلامة والأمن، أي مشكلة كانت بتعوقه أنه يتحول إلى القطاع الرسمي، عنده 5 سنين يقدر يوفق أوضاعه فيها. والقانون كمان يعاقب أي موظف يتعرض من الدولة يتعرض لصاحب المشروع بالإغلاق أو كده بدون سبب يعني وجيه يعني طبعا يعني. فطبعا دي شيء جيد لهذا القطاع. وحضرتك سألت سؤال مهم قوي، ان احنا دخلنا في المزايا وقلنا احنا ما قلناش احنا هندي المزايا دي لمين بالظبط، يعني ايه الشروط؟ وحضرتك بتقولي من يحصل المزايا او الشروط. نمره واحد، القانون ذكر مشروعات بعينها أو طبيعة معينة لمشروعات، ولكنه أيضا إدى الصلاحية لمجلس الإدارة إنه هو يستطيع إنه يضيف فئات أخرى في حالة رأى إنها تكون من ضمن هذه الفئات.
فأهم حاجة القانون بيدي يمكن الأول الحوافز دي بتروح للشركات الراغبة في التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. كل الحوافز اللي أنا اتكلمت عليها، سواء أنه عايز أرض ممكن يتخصص له أرض بالمجان زي ما أنا قلت، أو بسعر رمزي، أو المرافق التكلفة ممكن يستردها لو شغال المشروع، كل اللي أنا ذكرته من حوافز يستطيع أنه هو يتمتع بيها. المشروعات الصناعية اللي هي بتعمل على تعميق المنتج المحلي، والمشروعات الصناعية التي تقوم بتحديث التكنولوجيا الإنتاج بتاعتها وتحديث الآلات والمعدات، هي من الفئات التي لها الأولوية أيضا للحصول على هذه المزايا. المشروعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والأنشطة المرتبطة بها والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعات ريادة الأعمال الخاصة طبعا بالأفكار الابتكارية اللي بيكون ليها قيمة مضافة، المشروعات الخاصة بالإنتاج الزراعي والحيواني. معلش أنا عايز أروح لدول نقطة بعد إذنك مهندس طارق، لكن اسمح لي هستأذنك إن إحنا معانا تليفون وارجع لحياتك نتكلم فعلا عن اهتمام القانون بريادة الأعمال، اهتمام القانون بالتحول الرقمي وغيرها من المواضيع اللي حياتك كنت بتذكرها. الأول هروح بس بعد إذنك للتليفون، معانا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام أهلا وسهلا. مساء الخير استاذ علي خان، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين وتحياتي للطالبين. مساء النور. قراءتك ايه لاهم ما تضمنه القانون، قانون المشروعات الصغيره الجديد، وطبعا يعني ذكر تفاصيل كثيره منه المهندس طارق. اتصور انه هذا القانون يعد نقله هامه للغايه في هذا القطاع الهام للغايه. يمكن قطاع المشروعات الصغيره المتوسطه مش عايزين نسترسل كثيرا في اهميته والدور اللي بيلعبه، وخاصه في الظروف اللي مصر بتواجهها والمجتمع الدولي بيواجهه بفعل جائحة كورونا، كلنا اللي هي بنشاهد زيادة في معدلات البطالة، عدم وجود فرص عمل بشكل كبير، انخفاض حجم الانتاج في عدد من القطاعات، ده الحقيقة انخفاض مستوى الدخول. ده الحقيقة أتصور أنه هذا القانون بيتعامل مع هذه الأزمات اللي الحقيقة بتواجه الاقتصاد المصري. لكن هو الحقيقة القانون أتصور أنه بيتعامل مع عدة محاور. المحور الأول هو الحقيقة التصدي لكافة المشاكل اللي بتواجه قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة على مدار سنوات طويلة. احنا كلنا كنا مدركين بنشاهد يوميا حجم المشاكل اللي بيعاني منها هذا القطاع، سواء كان في مجال التمويل، في مجال التراخيص، في مجال التسويق، في مجال الدعم الفني. وبالتالي اتصور انه هذا القانون الحقيقة اعطى مرونة كافية ل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات علشان يقدم ما يتعامل مع هذه المشاكل، يقدم حلول لهذه المشاكل. الأمر الثاني الحقيقة هو قدر الحوافز والمزايا اللي قدمها هذا القانون، واللي الحقيقة أيضا من الأمور الجيدة إنه أعطى مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات هذه الصلاحيات لمنح هذه المزايا، والحقيقة هي كلها بتتعامل مع المشاكل اللي جهة هذا القطاع، سواء ما يتعلق بقى بالتدريب، رد او تحمل الدوله دي جزء من تكاليف التدريب، ما يتعلق بنسب للضريبه، نسبه مقطوعه للضرائب على المشروعات، على هذه المشروعات، ما يتعلق بالرسوم الجمركيه المخفضه. الحقيقه دي كلها مزايا كان مهم جدا انه هذا القطاع يتمتع بها، خاصه انه الحقيقه المشروعات الصغيره والمتوسطه بتحتاج، وخاصه في الفترات الاولى، لنوع من الدعايه من الحضانه، علشان مهم قوي انه هذه المشروعات تستمر، لانه الحقيقه اذا استمرت هذه المشروعات خلال العامين الاولين اتصور انه فرص نجاحها ومساهمتها في مسانده الاقتصاد القومي هيكون كبير للغايه. المساله الاكثر اهميه وخطوره انه هذا القانون اتصور انه بيوفر البيئه الخصبه علشان كافه المشروعات اللي تعمل في اطار الاقتصاد غير الرسمي انها الحقيقه تدرك في اطار الاقتصاد الرسمي، وتصور انه لو نجحنا فعليا ولو جهاز تنمية المشروعات بما أتيح له من صلاحات في هذا الأمر وبما وفر هذا القانون من قدر من المزايا والحوافز، أتصور أنه إدراج الاقتصاد غير دسم في الاقتصاد الدسم هيكون من بين أهم النجاحات اللي تتحقق للاقتصاد المصري، خاصة أنه الحقيقة القطاع غير دسمي بشكل نسبة كبيرة للغاية في الاقتصاد المصري، إذا ما تم دمجه أتصور أنه مش بس أنه هو كمان هيفيد على المستوى الاقتصادي الكلي في مؤشراته، لكن كمان هيفيد الحقيقه اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه، هيوفر ليهم بيئه جيده علشان هذه المشروعات تنمو وتكبر،
واتصور انه هيفيد ايضا المواطن، لانه الحقيقه حينما يكون المشروع مدى في اطار اقتصادي دفني اتصور انه قدر التزامه تجاه المجتمع هيزيد. والحقيقه من بين كمان الحقيقه المزايا الهامه للغايه لهذا القانون انه الحقيقه بيحدد الاولويات، بمعنى انه القانون الحقيقه اللي بيوفر لهذه المشروعات اللي بيخدم على استراتيجيه الدوله في مجال زياده نسب الاكتفاء الذاتي، في مجال الاهتمام بالتحول الرقمي والتكنولوجي، في مجال الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثه، اتصور ان دي كلها مهمه جدا ان يكون هذا القانون بيتيحها. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، شكرا ليك. ومره ثانيه نرجع للمهندس طارق شاش نائب رئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه. مهندس طارق مره ثانيه بنرجع لحضرتك، وكنت بتتكلم يعني قبل المداخله مع الدكتور هشام كنت حضرتك بتذكر فكره انه القانون الجديد بيهتم بمجالات رياده الاعمال والتحول الرقمي، يا ريت تدينا فكره اكتر عن كيفيه تعامل القانون مع هذه المجالات. أنا يعني طبعا لما اتكلمت مع حضرتك وقلت المزايا العديدة، على رأس المشروعات التي توجه لها هذه المزايا هي طبعا مشروعات ريادة الأعمال. مشروعات ريادة الأعمال القانون ادى المزايا اللي احنا اتكلمنا عليها من حيث عملية الترخيص في 15 يوم، من حيث وحدات الشباك الواحد اللي بتتيح معلومات عن الأماكن اللي ممكن يحتاجوها عشان يقيموا فيها مشروعاتهم. اتكلمنا عن الإعفاء من الرسوم الخاصة ببراءات الاختراع، اتكلمنا عن المساعدة الفنية في تسجيل براءات الاختراع. أيضا القانون عنده المرونة من خلال مجلس الإدارة في أنه يدي، ويمكن دي نقطة ما اتكلمناش عنها، حوافز نقدية وبرامج في حدود ما لا يقل عن مليار ونص زي ما شرحت لحضرتك. وأيضا احنا مش بندي الحوافز كمان لأصحاب المشروعات بس، ولكن للجهات التي ترعى هذه المشروعات، يعني زي الحاضنات ومسرعات الأعمال وشركات اللي هي بيسموها الفينشر كابيتال أو رأس المال المخاطر، ودي كلها جهات وجمعيات بتبقى أو كيانات بتدعم فكر ريادة الأعمال، فإحنا يهمنا أن إحنا نشجعهم. وإحنا أيضا غير القانون إحنا كجهاز لنا يعني في هذا الموضوع باع جيد، وعندنا منتجات تمويلية بنخش نشارك فيها أصحاب المشروعات اللي ليها أفكار ابتكارية، لأن طبعا ما بيبقاش في وسيلة أخرى لتمويلهم. هي منظومة متكاملة، القانون ماهد الأرض ليها، وهناك حوافز جيدة جدا تقدم لمشروعات ريادة الأعمال، وهناك تمويل متاح دلوقتي أيضا أنك تقدر تقدمه للناس دي، سواء في الوصول لبراءة الاختراع نفسها أو تسجيلها أو تحويلها إلى فكرة تجارية أو إنشاء الشركة. الناس دي بتحتاج دعم فني كثير، احنا نقدر دلوقتي نخش معانا الصلاحية لذلك. وايضا احنا سواء لصاحب المشروع او للجهة اللي هي ممكن تخش وتشاركه، احنا نقدر ندعمها هي ايضا في هذا الموضوع. فاعتقد يعني في يمكن حتى الضيف اللي اتكلم مع حضرتك اتكلم في نفس النقاط اللي احنا بنتكلم عليها، القانون اعطى فرصه جيده جدا لنقله وطفره نوعيه في هذا القطاع. وطبعا ده بقى لسه دور اللائحه التنفيذيه اللي احنا دلوقتي بنعكف عليها بالتشاور مع كل الاجهزه والجهات اللي في الدوله عشان نصل الى لائحه تنفيذيه تحقق الطموحات اللي القانون يعني وضع الإطار العريض بتاعها. فالحقيقة أنا شايف أنه يعني القانون هيكون ميزة جيدة جدا لهذا القطاع والمشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بصفة خاصة. يعني ممتاز. إلى أي مدى ممكن نقول أن القانون بيدعم، القانون الجديد بيدعم أصحاب الأفكار غير التقليدية المبتكرين فنيا وماليا كمان؟ يعني عايزين ندي فكرة للمشاهدين.
زي ما بقول لحضرتك هو الدعم سواء في المراحل الأولى لتكوين الفكرة، احنا نقدر نخش والقانون بيسمح لنا ان احنا ندعم ماليا وبحوافز، سواء في الحصول على الأرض، سواء في تسجيل براءة الاختراع، سواء في إتاحة التمويلات الخاصة بهذا النوع من المشروع، يعني سواء في الترخيص اللي بياخد 15 يوم، سواء في البرامج اللي من حق مجلس الإدارة أنه يصيغها لهذا النوع من المشروعات بصفة خاصة. القانون فيه مرونة تخلينا نقدر نتواكب مع احتياجات الناس دي، ده ما كانش متاح قبل كده، ما كانش اصلا في تمويل ولا كان يعني في يعني جهات من حقها تعمل كده، فالقانون اتاح ده. احنا كنا يعني كجهاز الحقيقه كتير جدا كنا لما يبقى عندنا نوع من الدعم المطلوب لهذا النوع من المشروعات بنلاقي جهات مانحه مهتميه انها تساعدنا، ولكن الدولة نفسها دلوقتي هي اللي بتساعد وهي اللي بتخصص الفلوس، وما عندكيش فكرة حضرتك ده بيدي مصداقية كمان أمام الجهات الأخرى أنها تخش معاك. ما هو إذا كنت أنت يعني ما أنتش مهتم أنا ههتم ليه، لما أنت تبقى اللي بتدعم وبتخصص تمويل فده بيبقى له مصداقية أكتر، وبنقدر أن احنا نخدم المشروعات دي بشكل أفضل. القانون مدي تعريف يعني ايه مشروع ريادة اعمال، يعني ايه مشروع حديث التأسيس، يعني ايه حاضنة اعمال، يعني ايه مسرعة اعمال. القانون بيسمح ان احنا ندعم زي ما قلت لحضرتك الجهات اللي بتقدم خدماتها لرواد الاعمال، نقدر نرفع قدراتهم، نقدر نطورهم، نقدر نمولهم عشان يقدموا خدماتهم. تمام. فهناك اشياء كثيرة جدا يعني. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شرفتنا، شكرا جزيلا لحضرتك.